السلام عليكم فضفضة الائتلاف. أولا نحب نعتذروا على التأخير في عرض الفيديو، وهذا لعدة أسباب وإن شاء الله مش هتتكرر مرة تانية. طبعا في تورتنا هدية شفنا العديد من الظواهر، منها ظاهرة التطحلب والتسلق، وإن شاء الله حلقتنا لهذا اليوم حتكون على الظواهر. طبعا التحلوب نعرفوه كنا وبيغينا عن التعريف، أما المتسلق هو الشخص اللي بنتكلم عليه شوية. المتسلق هو اللي لآخر لحظة هو يناصر في النظام، وبعد متسلق هو اللي لآخر لحظة يناصر في النظام، وبعد ما انتصرت ثورتنا الحمد لله غيروا رايهم وداروا روحهم هم اللي قاموا بالثورة وهم اللي قادوها. طبعا استغلوا طيبة الشعب الليبي وركبوا على دماء شهدائنا، ومش بس هيك، مازال بيستغلوا مناصب في ليبيا الجديدة. أنا من رأيي إنه لا تسامح مع الناس هدية. علاش؟ لأنه وقت إحنا كنا مهمومين ومكبوبين، ومعمر كان يقتل في ولادنا ودم ولادنا يسيل في الجبهات، هم كانوا يمشوا يرقصوا وفرحانين ويزغرطوا في باب العزيزية. كيف يعني مثلا بنسامح علينا ناس زي هما؟ أوكي باي، إحنا صح بنتعايش معاهم في نفس المجتمع، لكن ما تطلعيش لما إحنا وقتنا تو، إحنا وقت فرحتنا إحنا، ما تطلعيش أنت معانا حتى أنت وديري روحك فرحانة للثورة. انت كنت تبي معمر، خليك باي، انت مش هذا رايك، انت كنت تبي معمر وقعدي باي تبي معمر. انا نحترم وحده قاعده لتوا تبي معمر اكتم ما وحده توا متسلق، وحده متطحبه توا وطالعه وتبي توره. بالنسبه لي انا الناس اللي زي هما انا مسميتهم حبايا توا، انا متاكده كان وحده منهم كان ولا لا سمح الله، وطبعا عشم ابليس في الجنه هذا كان ولا معمر، حيروحوا العالم الاستقلال وحيشدوا العالم الاخضر يمشي يطبلوا المعمر. بالعكس احنا انا من رايي ان احنا نسامحوهم الناس هادو، لان هم مهما صار كان مبداهم على غلط، واحنا مبدانا لحد الان على صح. من سمات الاسلام اللي هي التسامح، زي في قوله تعالى: فمن عفا واصلح فاجره على الله. لازم نتعلم كيف نتسامح مع الناس هادو بالذات، لان احنا حنتعايش معاهم، ولازم نوريهم ثورة 17 فبراير بجديات هي شنو، مش غير ثورة وخلاص، لازم نعملهم بالطريقة اللي احنا كنا نبوهم يعاملونا بها، منقدرش نعملهم بنفس الطريقة. هم زمان كانوا يبهدلوا فينا وكانوا يشكوا فينا وكانوا يضربوا فينا وكانوا يهددوا فينا، احنا ما نقدرش نعاملهم بنفس الطريقة، لازم نسامحهم ونكونوا ناس كويسين، لان مش نبينوا ان ثورة فبراير ثورة اخلاق، ثورة كرامة، ثورة حرية. لازم حتى نتعاملوا حتى كيف نتقبلوا بعض الاراء الاخرى اللي هي ما تمشيش مع راينا. انا من رأيي ان المؤيدين اللي كانوا مع القذافي وكانوا يقولوا انه هو جبار ومش حيتنحى، وكانوا بيتنحوا بيجينا سيف، هدوما المفروض نخلوهم على غير طريق في ليبيا الجديدة. زي مثلا هانا مصراتي، انا عن نفسي مش بسمحتها بكل، واصلا ما اعتقدش انه في اي حد ليبي يفكر بمنطق انه هو بسمحها. ايام الحصار كانت كل يوم تطلع الليبية وتسب وتلعن فينا، ما خلت ما قالت علينا، في الاخير جابوها في ميدان الشهداء ويقعد يكبروا لها الناس، شنو هو هذا؟ انا من رايي ان بالحق كانوا في ناس مصدقين ان التوار ما يصلحوش وبيجوا يقتلونا وبيجيبونا الاستعمار وبيخربونا والدوا هذه كلها. وبعدين لما خشوا التوار بسم الله ما شاء الله عليهم اخلاقهم، وما داروش حتى حاجه من الحاجات هذه، اكتشفوا المؤامره على قولتهم وعرفوا ان الدوا هذه كلها كذب، وعرفوا ان ثوره 17 فبراير ثوره الاحرار وانضموا لها بالحق. مره في ميدان الشهداء في بنية هي وصاحبتها واقفين، فواحدة منهم شادة رافعة لافتة مكتوب فيها لا لهال المصراتي وشكيل وحمزة نبوا نحاكموهم. مشي صاحبتها بعدها قلت لها كيف مش كنت تتفرج عليهم؟ ردت عليها ايه، قلت لها ايه كنت تتفرج عليهم يقولونا بيجوا يقتلوكم وبيجي يدلوا لكم شن هو وشن هو، وشوفي كلها طلع كذب. فبنية زي هذه فما نقدروش ننكر احنا ان الاعلام القدافي كان سلاح فعال وكان ليه دور قوي. احنا بروحنا مرة نفتحوا عليه نقول والله ما بعدهم الناس اللي ما يتفرجوش على الجزيرة وما يشبحوش في الرأي الثاني، اكيد بيصدقوهم. بنية زي هذه هي مصدقة رسمي الدوا هذه، وبعدين وين شافت لحق عرفت ماني من بيش نظلمها، قصدي اني عارفة ان في ناس قاعدين مع معمر وطحالب وغير راكبين الموجة، لكن في ناس اقتنعوا وبدلوا رأيهم. انا لان ما نبيش نظلم الفئة هذه بصفة عليها كلهم بنتقبلهم. كيف مشينا لميدان الشهداء قعدنا نهتف ضد الطحالب والمتسلقين، مسجتنا مراه قالت لنا لا احنا كلنا ليبيين ولينا متساويين ما نفرقوش على بعضنا.
معلش يا أختي نبي نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صح وكلا وعد الله الحسنى، لكن مش متساويين. زي بنت معانا في المدرسة طلعنا ظهرنا في الممرات قلنا دم الشهداء ما يمشيش هباء، مشت بلغت فينا في الأمن الداخلي جو حققوا معانا بنات في الثانوي، هذه ما زال بنشوف لها متساوية زي اللي طلعوا معانا بأما منطق. يعني عين نحب نقول لكل المتسلقين أصوات نشاد وغير مقبولة، فاتكم القطار فاتكم القطار فاتكم القطار. إن شاء الله تكون حلقتنا عجبتكم، زورونا على صفحتنا على الفيس لإئتلاف فتيات 17 فبراير، ولو عندكم أي اقتراحات أبعتوها لنا على الإيميل بنت.حرة@gmail.com. شكراً.